ايوه السلام عليكم، عندنا ميعاد مع سامع ابي عطوه. استاذ فتحي خدامك يا باشا. الو فين تليفونك يا طارق؟ استاذ اسامه في المزاح حضرتك اتفضل. طبعا احنا فخورين ان احنا قاعدين قدام حضرتك، ده شرف كبير جدا لينا. والله العظيم يا باشا ما بصدق نفسي، الله اكبر، ده انت حضرتك صورتك في كل المنطقه عدينا. ربنا يخليك لينا يا باشا، والله عايشين من خيرك، ربنا يخليك لينا يا رب. خش في الموضوع. اه طبعا. احنا معانا مبلغ بس كبير شويه. احنا 10 شركاء وعايزين نحاول الفلوس دي كلها بره بالدولار، وطبعا ناخدهم في اي بلد بره. المبلغ بنتكلم في تقول انت؟ لا لا 850 مليون جنيه. هو مش في دينها دلوقتي بس هو 850 مليون جنيه. هو مبلغ كبير فعلا. 850 مليون جنيه يعني تقريبا 54 مليون دولار. لا يا جماعه ده لعب عيال، ما بشتغلش في المبالغ الصغيره دي، انا اسف مش هينفع. لا بقى يا باشا ده مليار الا شويه يعني، لا بقى في مليار. وانا يا باشا معلش، هو المعلم بطروخ ما رسكش على حاجه يعني؟ بقولوا المعلم بطروخ ما كنتوش تبقوا قاعدين قدام انتوا الاثنين كده 850 مليون. معلش حضرتك ممكن تعتبرنا بس ان احنا لسه بنبتدي في اول مشوارنا ده، يعني كاننا ستارت اب لسه وزي اخواتك صغيرين. تمام تمام، وطبعا عايزين الدولارات دي في سويسرا. اه انا هاخد منكم الفلوس المصري هنا كاش، وبعد نص ساعه بالظبط الفلوس دي هتتحول لسويسرا دولارات من حسابي الشخصي. عندك اكونت هناك؟ لا. هعمل لك. انتوا كام واحد هيسافر؟ اخي فولو يضحك، احنا 11. 11 شفت؟ انا بقالي 20 سنه ما سمعتش عن الارقام الصغيره دي. وطبعا معكوش فيز لسويسرا. يا باشا انا ماشي بالباسبور بالعافيه ومش عارف صورتي فيه قسما بالله. تمام. انا هاخد 5% من اصل المبلغ، يعني تقريبا بالمصري 42.5 مليون جنيه. ده كاش مقدم؟ نص الفلوس تجيني مع الباسبورات، ولما 850 مليون دول يجوا تيجوا تاخدوا باسبوراتكوا عليها الفيز وتسافروا بالسلامه. 42.5 على 2 يعني 21.25 مليون كاش. يا باشا اللي هم بتوع ايه يعني؟ معلش يعني معلش ده مقدم، وانا مش هشتغل ولا احط ايدي في حاجه الا لما اخد 50% من اتعابي، الكلام واضح. طب حضرتك هو ينفع نجيب، عشان ده مبلغ كبير شويه واحنا لسه ما عناش الفلوس دي كلها اصلا، فهل ينفع لما نجيب الفلوس كلها 850 مليون جنيه نخصم اتعاب حضرتك منها؟ لا ما ينفعش. تدفع 50% مقدم وبعدين يعدلها ربنا. يا باشا يعني لا مؤاخذه يعني يا باشا معلش يعني غلابه وبنفهم من سيادتك. الفيزا شمال ولا يمين؟ اسمع، هو انا سالتك جبت ال 850 مليون جنيه منين؟ اسمع انت اسمك ايه؟ خدامك فتحي يا باشا. وانت؟ عمر. نعم؟ عمر حسين جزار. اسمع يا عمر، انتوا ليك عندي ثلاث حاجات. تاخدوا الباسبورات عليها الفيزا، تطلعوا على المطار، تاخدوا الطياره تروحوا سويسرا، تنزلوا تروحوا البنك، تاخدوا الدولارات توزعوها على نفسكم، تمام؟ ولا في اسئله ثانيه؟ طب سؤال ثاني. هو الفلوس لما تتحول اوكي هتنزل في حساب واحد صح؟ باسم واحد فيكم. ما ينفعش تنزل بقى في كذا حساب، عشان احنا زي ما حضرتك قلت حاجه ان احنا 10، فال10 دول في سبعه وفي ماجي وفي نجلاء واحمد يتام. لا يا حبيبي هي مش رحله، انا هفتح حساب واحد بس، اسم واحد بس، وهناك تصرفوا مع بعض.